المعنى بالنسبة للبسطاء أو للعامة يبدو واحد، تجميل الابتسام هو تجميل الأسنان. تجميل الأسنان بيفرق في نفسية العيان جدا جدا. أنا أسعد لحظة في حياتي لما أشوف عيان جاي نفسيته تعبانة بسبب أسنانه، وفجأة نفسيته اتظبطت بسبب إن شكله بقى حلو. مشكلة كبيرة قوي الأخطر من فقدان الأسنان من إن أنا معرفش أكل، الترهلات اللي بتحصل في الوش. التكنولوجيا بتبقى تكنولوجيا بائدة بعد سنة من استخدامها، الأسنان تجري جري الوحوش. إحنا بنشتغل على السمايل مش بنشتغل على الأسنان، وده اللي المفروض كل دكاترة الأسنان يشتغلوا عليه. الفينير حاجة حلوة قوي، الناس بوظت سمعتها شوية. تقبل اللثة للتركيبة هو ده اللي يفرق دكتور عن دكتور. يروحوا يجيبوا بيكربونات ويقعدوا ويشرب موز ويعملوا خلطات والفحم. هتبيض على فكرة لمدة يوم واحد وهتسود بعد كده. الدكتور عبد الله متولي، أخصائي تجميل الأسنان، مؤسس مركز برايتي للأسنان، عضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان، عضو الجمعية الألمانية لزراعة الأسنان. أهلا بكم في عالم الأسنان الممتع. خلينا أقول لكم إن عالم الأسنان ده فعلا عالم مثير جدا، وأقول لكم ليه. بالصدفة اتفرجت على فيلم حلو جدا، هو طبعا أختلف مع مضمونه بشكل كبير، لكن هو حلو من ناحية الإخراج، من ناحية الموسيقى، من ناحية التمثيل، من ناحية الفكرة وإن كانت مش صحيحة قوي. الفيلم اسمه From 5 to 7 From 5 to 7 من 5 ل 7 5 ل 7 يعني هو حياة في الفترة دي، في الوقت ده، من الساعة 5 للساعة 5 للساعة 7 يومين. الممثلة اللي عملت الفيلم ده ممثلة فرنسية، هي من أصل مشترك كمبودي صيني، أبوها من أصل كمبودي ووالدتها من أصل صيني، وهي فرنسية، هما الاثنين طبعا عاشوا في فرنسا، وهي اتولدت في فرنسا وهي فرنسية، اسمها برنيس مارلو. أنا متوقع أنها الفترة اللي جاية دي يعني تبقى حاجة كبيرة جدا في العالم. الفيلم ده اللفت نظري له الأسنان. الممثلة دي الأسنان لعبت دور كبير جدا في الفيلم. المخرج كان معتمد على أنه يطلع أسنانها هي طول الفيلم بتبتسم. الفكرة كلها هي ثقافة، التقاء ثقافتين مختلفتين بشكل كبير. الثقافة الأمريكية اللي فيها الدرجة من درجات الشدة، الخطوط المستقيمة نسبيا، الفكر الأمريكي الثابت عن أشياء معينة، والثقافة الفرنسية. الثقافة الأمريكية عندها قواعد معينة، والثقافة الفرنسية عندها قواعد تانية خالص. ده الفكرة الفيلم. لكن أسنان هذه الممثلة الأتراكتف جدا هي اللي عملت دور مهم جدا في الابتسامة الدائمة. وده على فكرة برضو كان واضح إن هم بيعرضوه طرح معين، الفرق بين ثقافة الفرنسيين أو أسلوب الفرنسيين في الحياة وأسلوب الأمريكان. كانت الفكرة باختصار إن الفرنسيين بيميلوا دايماً للابتسام، للاستمتاع بالحياة، لكل جزئية من حياتهم عندهم فيها شغف وطريقة معينة للتعامل، التسامح اللي بيعيشوا بيه ده فكرتهم، ده الفرنسيين. الأمريكان عندهم شغل هارد ووركر طف جدا، عمليين الى حد درجه اكبر، ماديين نسبيا. ده الصراع ما بين ثقافتين في الاخر. لكن الابتسامه، خلي بالكم الابتسامه برضو اعلى اكتر بشكل واضح جدا في الفرنسيين مش في الامريكان. وكان باين جدا اهتمام صناع الفيلم بسنان الممثله، تفرق قوي قوي سنان الممثله طالما معموله صح. كانت سنانها حلوه احلى من صور كتير انتوا شايفينها، لانه مش كل الصور دي اتعملت في 2014، الفيلم اتعمل في 2014.
هي اسنانها في 2014 كانت احسن ما يكون، كانت احسن ما يكون. زي طبعا كاميرا الفيديو او كاميرا السينما بتدرسها. لفت نظري بقى الناس كتير في مصر بتعمل اسنانها بشكل مش حلو، شكل سلايك بياض اوفر، يعني تخبط في عينك هي اللي واكله الصوره بس السنان، وتبوظ شكل الدراما. تشوف دي نجحت الدراما، الاسنان ساعات بتتعمل بشكل يبوظ الدراما. ايه السر؟ في اسرار كتير النهارده في عالم تجميل الاسنان نفهمها مع ضيفي العزيز. دايما عنواننا في حلقاتنا مع ضيفي هو كلمه السر. ايه؟ ايه الحدوته؟ ايه القصه؟ هو من احسن الناس اللي تقدر تحكي لي عن السر، الذي يبدع في حواره دائما معي، والذي يتحدث دائما في منطقه غير مألوفه، غير مطروقه، لكنها في منتهى الاهميه. ضيفي العزيز واحد من نجوم عالم تجميل الاسنان، دكتور عبد الله متولي، طبعا اخصائي تجميل الاسنان والمؤسس لمركز برايتي للاسنان وعضو الجمعيه الامريكيه لتجميل الاسنان والمصمم المعتمد للابتسامه من البي دي سي بانجلترا. اهلا بيك دكتور عبد الله. دكتور ايمن منورني. انت منور الدنيا كلها، ربنا يبارك فيك. شفت الفيلم ده لسه؟ انصحك. ما شفته؟ انت قلت لي شوفه المره اللي فاتت بس ما عندكش وقت. بس هشوف. شوف. هشوف. هو فيلم رائع جدا، ويعني هو طبعا نختلف معاه اختلاف تام في انت قلت لي انا مختلف مع المضمون بتاعه، المضمون بس المضمون، لكن الفيلم ابهرني بكل ادواته، واكتر حاجه ابهرتني ابتسامه البنت، ابتسامه الممثله. هشوفها وديك رأي الحلقه الجايه ان شاء الله. ابتسامتها بالاسنان يعني، وانت خلاص بقى ما احنا اتفقنا على كلمه ابتسامه دي. ماشي، احنا غيرنا كذا مفهوم، والنهارده بقى انا هصدمك كتير قوي، يعني الحلقه النهارده كلها صدمات. ما بين برنيس وابهارها ليا في الصور وفي الصوره في اسنانها، ما بين ممثلات تانيين صدموني بشكل تاني في الدراما بتاعت رمضان اللي فات واللي قبليه في صناعه اسنانهم. تلاقي البنت بتمثل دور بنت بلد شعبيه واسنانها ملهاش علاقه بده، سنانها في حته والمكياج في حته، واسنانها اساسا يعني صدماني قوي طول الوقت. يعني دي انا ابهرتني باسنانها وخلتني ابص لوشها وابتسامتها كلها وانبسط. في سنان تانيه على الشاشه تخليني باصص لها ومش مركز في اي حاجه تانيه غير السنان ومش بسطاني. هل العيب في القصة في الماتيريال ولا القصة في ايه؟ القصة بقى هي دي النقطة اللي انت بقى لك كام حلقة يا دكتور ايمن تقول لي ايه؟ اعمل لي حلقة عن الايه؟ ماتيريال. انا عايز حلقة عن الايه؟ ماتيريال. الحلقة دي بقى انا هوضح لك الفرق بين الدكتور اللي بيعتمد على ماتيريال الاسنان والدكتور اللي بيعتمد على الارت او الفن اللي عنده ان ازاي يطلع ابتسامة حلوة. يعني هنوضح ان الفكرة كلها مش في الماتيريال، انا ممكن بأي ماتيريال اطلع لك ابتسامة. لو شفنا صورة زي دي كدكتور اسنان، تخيل نفسك يا دكتور ايمن دكتور اسنان، قول لي ايه رايك في الاسنان دي؟ ايه رايك في الابتسامة دي؟ عجباني. حلو قوي. وبعدين ايه تاني؟ يعني ايه اللي شدك في الاسنان دي؟ اللي شدني في الاسنان دي انها ناتشرال شوية، مديني انطباع ناتشراليتي. كل ده حلو قوي. طيب انا بقى عايز الشفافية بتاعتها. حلو قوي. انت دكتور سنان خلاص يعني. انا استاذ. انا قديم قوي. طيب طيب الفكره كلها ان 95% من دكاتره الاسنان بيعرضوا الشغل ده ويقول لك بص بقى التفاصيل والتكات والحركات، بص الجمادات دي. حلقه انا عاملها عندي في العياده، انا عمري في حياتي لو دخلت على البيجز بتاعتي انستجرام وفيسبوك يوتيوب اي حاجه، عمري في حياتي ما بصور الاسنان بالطريقه دي. انا مصور دي مخصوص عشانك. انا ما بعرضش حالاتي بالطريقه دي ابدا. ليه؟ الحاله دي اسمها ريتراكتد سمايل. انا بشوف السنان انت زي ما انت قلت بالظبط، طبيعيه، شفافيه، لونها حلو، شكلها حلو، مرصوصه حلو. طيب مين اللي ورا الصوره دي؟ هل الدكتور ولا المعمل؟ احنا برضو عشان نوضح للناس، تجميل التجميل عموما مشترك فيه جزئين ولازم يكملوا بعض، الطبيب الدكتور الاسنان اللي بيشتغل وبيحضر الاسنان وبياخد المقاسات ويبعتها للمعمل. طيب الصوره دي بتوضح ان المعمل شاطر جدا، دي ما وضحتش ان انا شاطر. عشان كده عمري ما بعرض حالاتي لاي كلاينت او اي بيشنت بيجي، عمره ما اقول له ايه رايك في الاسنان، لا ما بعملش كده. ولا هتلاقي على البيج بتاعتي اي صوره بالمنظر ده. ليه؟ انا كده موضح ان المعمل شاطر جدا، المعمل كده عامل لي شفافيه اللي انا عايزها،
عامل لي رصه الاسنان مظبوطه، عامل لي التفاصيل والحركات وكل حاجه، وده المعمل اللي احنا بنشتغل معاه عموما بيطلع الشغل بالكواليتي دي. بس كده دكتور الاسنان شاطر بنسبه 20% ان هو السنان متسلمه صح، اللثه مظبوطه، اللون اللي هو الدكتور مختاره مظبوط، المعمل اللي الدكتور مختاره مظبوط. انما ده ما يوضحش ان الدكتور شاطر، ده يوضح ان المعمل شاطر. لو شفنا الصوره اللي بعد كده بص هتلاقي برضو تفاصيل، بص التفاصيل عامله ازاي، دي اسمها الترا فينيرز. السنان معموله كانها طبيعيه، بس يا جماعه ده مش الدكتور هو اللي عمل السنان دي، ده المعمل. انا مش هعرض حاله ابدا بالشكل ده، انا مصور الصور دي مخصوص عشان اوريها لك، عشان انت كل حاله تقول لي دور الماتيريال ايه، عايزين نعمل حلقه عن الماتيريال. الماتيريال اللي هي ماده صناعه السنان بالظبط، دي تركيبات تجميليه الخامه بتاعتها حلوه جدا، حلوه قوي. طب مين الـ الشاطر في الموضوع ده؟ المعمل مش الدكتور. الدكتور بقى يعرض لك الحاله ازاي؟ لو شفنا صوره بعد دي حاله زي كده، دي بقى الحاله جايه لي بالمنظر ده. انا عشان اقول لك دكتور الاسنان ده شاطر ولا لا، ما تعرضليش الحاله اسنان بس، اعرضلي الشفايف. احنا كمان المفروض احنا قلنا احنا خلاص مش دكاتره اسنان ولا دكاتره تجميل ابتسامه، احنا دكاتره تجميل عموما. انا بجمل لك وشك كله عن طريق الاسنان. حاله زي دي انا طبعا لو اقدر اعرض وشها بس مش هينفع عشان خصوصيه ال انا بنكتفي بالشفايف، فبنكتفي بالشفايف. صوره زي دي انا بقى اقول لك انا اشتغلت ازاي وعملت ايه، مش لازم اقعد اقول تفاصيل الاسنان والماتيريال، لا انا هقول لك بقى احنا عملنا ايه في السمايل كلها، في الضحكه كلها. دي اسنان تقريبا هي كانت بتشرب حاجه حمضيه كتير او بتحط ليمون في بقها. بص المنظر السنان ده متاكل قوي بالظبط، هي عايشه دلوقتي، هي مثلا تديها كام سنه بالسنان دي؟ عشان انا شايف الشفايف فانا عارف ان دي صغيره. طيب وبرده كلمتك اديتني انطباع انها صغيره، بس ما تزيدش عن 30. طيب دي كده مثلا حوالي 31 32 سنه. طيب بنت عندها 31 او 32 سنه عايشه باسنانها، تفتكر ليه هي عايشه باسنانها كده؟ او هي ما عندهاش مشكله ماديه، طب ليه عايشه باسنانها كده؟ خايفه منها، هي خايفه وكسلانه، هي فاكره ان تجميل حاله زي دي هيقعد شهور سنين. طيب لو شفنا الصوره اللي بعدها هتلاقي الحاله دي اتجملت بالمنظر ده بالسمايل ده. فرق السماء والارض يا جماعه بين الصورتين، فرق السماء والارض بصراحه. يعني انت لما تشوف الصوره الاولانيه انت قلت 30 عشان شايف الشفايف مكتظه، شو الشفايف اللي ادتني انطباع السن على فكره. لكن انا لو بصيت للسنان لوحدها اقول لك 50 بالظبط. هي كمان عشان عامله فيلر فباين ان هي اصغر في السن شويه. الفكره كلها ان في اربع ايام انا غيرت نفسيه الكلاينت بتاعي او المريض بتاعي من الحاله دي للحاله دي في اربع ايام. عنصر الوقت تايمينج، انا في اربع ايام غيرت لك حياتك كلها. كل الخوف بيبقوا خايفين ان الموضوع، بص اسناني عامله ازاي، يا ده انا هتعالج في سنتين، انا هزور الدكتور. طب ديك ازارتني كم مره؟ مرتين. طيب الحاله دي نفس الصوره اللي احنا عرضناها في الاول، هل انا لما اجي اعرض او اتفاخر بشغلي اعرض اول صوره ولا اعرض الصوره دي؟ لا اعرض الصوره دي، دي اللي يعني ديت الصوره اللي على الشمال دي اللي هي هنحطها لوحدها هي نفس الصوره الاولانيه خالص على الكلوز بالظبط لما كنا حاطين الصوره. هي دي؟ لا، وفي صوره بقى الاولانيه خالص. ما هيجيبوها لنا دلوقتي. هي نفس الصورة، هي نفس الحاله. طيب انا ليه مش بعرض للناس الصور دي؟ دي بتبين ان المعمل حلو قوي، انما الصوره الاخيره تبين ان الدكتور شاطر قوي، ان الدكتور عنده فكره ازاي يعمل سمايل، ازاي يعمل ابتسامه في وقت قليل في زيارتين. انا شفنا الصوره الجميله، سيبك بقى من الصوره اللي هي بتاعه المعمل الشاطر، خلينا في الصوره بتاعت الشغل نفسه، خلاص الابتسامه. بالظبط. هي شفايفها من الاول كويس، لو احنا شفنا الصوره عن قرب شويه شفايفها من الاول كويس. بالظبط. السنان زودت جمال الشفايف، لو شفناها تاني اللي هي بقى الصوره الفاينل هنلاقي ان السنان بينت جمال الشفايف. بالظبط. هنا كمان في حاجه مهمه قوي، مهمه قوي ان يبقى الفيلر وتجميل الاسنان في نفس المكان. انا أصريت إن يبقى عندي دكتور جلدية معايا في العيادة. ليه؟
يجمل لي الشفايف طريقة تحديد الشفايف مع دكتور السنان لو الاتنين في نفس العيادة بتطلع نتائج روعة. أنا لما يبقى عندي القسمين دول في العيادة مع بعض هطلع نتائج روعة. ولا جمل الأسنان وابعتها لدكتور تعمل فيلر الدكتور ينفخ لها الشفايف على الآخر تجيلي تقولي لا ده السنان سقط كله مع بعض في حتة واحدة. هو ده الحل الوحيد عشان تظبط شكل الابتسامة. احنا دلوقتي بنتكلم في ابتسامة ما بنتكلمش في تجميل أسنان، بنتكلم في تجميل الابتسامة كلها. الجميل بقى ان انت تبقى ظابط الفيلر محتاجه قد ايه بالظبط، والسمايل يعني كيرف هتلاقيه مرسوم، السنان مرصوصة كويس، اللون كويس لايق عليها. كل ده لازم برضو الكلاينت او البيشنت ياخد رأيك في الكلام ده في اللون بالذات. اللون جميل قوي ومتناسب مع بشرتها، هي بشرتها فاتحه بالظبط، هي بشرتها فاتحه. فرق بقى اظن بيبقى الرياكشن بتاعها مفرق. ده هوريه لك بعد الحلقه بتعيط. عدد يعني ما يكون واحد عايز يعمل او واحد عايز تعمل هوليوودي سمايل، هل بتسالك تقول لك عدد الاسنان اللي انا احتاج اعملها عشان اعمل هوليوودي سمايل؟ هما بيسالوني سؤال اوحش من ده. ايه بقى؟ ده سؤال غبي قوي. لا مش غبي، بس بيسالني سؤال يعني عشان ده كده هو كده بيخليني اشرح اكتر النقطه دي. هو بيقول لك تجميل الاسنان بكام؟ ده السؤال الاغبى. السؤال بقى ده اكتر سؤال بيتسال لي في حياتي. لو سمحت بكام عندكم؟ بكام بكام تجميل الاسنان؟ انا تجميل الاسنان لو شفنا حالات، في حالات انا محتاجه اجمل كل الاسنان تمام. وعلى فكره هي عشان تعرفوا بس احنا بنوصف السؤال ده لان انت بتسال عن شيء مش محدد، انت مش حددته خالص ولا نعرف هو ايه اساسا، وبتسال قيمه ماليه. اولا السؤال على القيمه الماليه بالنسبه للدكاتره ده شيء مزعج جدا، مزعج لان اولا هو مش بيبقى الهدف، الهدف ان انا اعمل حاجه صح. حاجه الثانيه ان انت بتسال على يعني اللي هو ايه بكام، يعني هو ايه اللي بكام؟ اصل هو منتج التجميل ده مش منتج التجميل نتيجه، هي مش عربيه يعني بالظبط. فده بيتحدد بالعدد. لو شفنا حاله زي دي، طب دي محتاجة كام سنة للتجميل؟ دي محتاجة حوالي 10 أسنان. ليه؟ فوق على اليمين الدنيا فاضية، السنتين اللي في النص فيهم بروز، السنة اللي جنب اللي في النص ناحية اليمين مكسورة. طيب ده هيرجعنا المصطلح الايه؟ العمرة اللي احنا بنقول عليها. أنا ما بحبش حد يجي يقول لي، أو مش ما بحبش حد يعني، اللي يقدر يعمل أسنانه كلها مع بعض في جلسة واحدة يقدر ياخد تجميل مظبوط. لكن هتيجي تقول لي السنة دي مكسورة احشيها لي، طب ما الحشو هيقع بعد سنة. السنه دي طلع بره دخلها لي، اعمل سنه سنه كل فتره. الكلام ده كله اولا العيان بيقول لك انا بكره دكتور السنان ليه؟ ما انا بزوره كتير قوي. طب حاله زي دي نجملها في كام يوم؟ 4 ايام، يوم جلسه شغل ويوم استلام. عمره دي مصطلح العمره اللي احنا اتكلمنا فيه. حاله دي احتاجت 10 اسنان فوق، السنان اتحضرت. طيب الخناقه الدرجه دلوقتي بتحضير ولا بدون تحضير؟ ببرد ولا بدون برد؟ يا جماعة السنة اللي محتاجة تحضير تتبرد بتتبرد، السنة السليمة اللي مش محتاجة أي تدخل بتفضل زي ما هي، ويركب عليها قشرة فينير بدون تحضير نهائي، تخشين فقط. طيب حالة زي دي 4 أيام، أولا طب بص لسن العينة كده فوق وبص لسنها تحت، فوق هتعدي ال 40 سنة وتحت ممكن 30 سنة. أنا كده صغرت لها سنها في 4 أيام، صغرت سن العينه في 4 ايام. حاله زي دي يعني الحاله اللي فاتت كانت 10 اسنان، طب الحاله دي كام سنه؟ 4 اسنان. 4 اسنان، 4 اسنان بس ابقى عملت تجميل. فما فيش حاجه اسمها بكام التجميل، على حسب حالتك. انا لما اشوفك هنا بص دي اكتر، احنا صورنا فيديو عشان نعرف اكتر رياكشن هو بيعمله بيبان فيه كام سنه. طلع ده اكتر رياكشن هو بيعمله، ده اكتر رياكشن اتكرر في الفيديو اللي احنا صورناه. أربع أسنان اللي في النص بس هما اللي بيبانوا، طب نجمل له الأربعة بس. شايف التجميل ده كله، شايف كل أسنان وظبطت بأربع أسنان، لأن هما اللي بره مظبوطين نسبيا بالظبط. من أول الناب وأنت راجع إحنا بيضناهم بس، إنما ما عملنا لهمش تجميل خالص. طيب لو شفنا بقى حالة تاني ممكن تحتاج مثلا حوالي 6 أو 8 أسنان، دي 4 بس. الحالة اللي بعدها دي مثلا دي تحتاج كام سنة؟ لا دي تحتاج كتير ولا كتير ولا حاجه، دي 6 اسنان بالظبط. 6 اها، بص المنظر عامل ازاي. 6 اسنان اتحول كده في 4 ايام برضو. الفكره كلها في التايمنج. انت عارف لسه لغايه دلوقتي الناحيه الشمال عنده ما بيحركهاش للاخر، يعني هو نفسه
من كتر ما هو خايف، كتر ما هو متضايق، متضايق من ناحية شمال، مريح مريح يعني. اه بالظبط يعني هو دلوقتي بدأ اهو، بدأ يفتح يعني، يتشجع ويفتح بقه كله. بالظبط. الحالة دي اتجملت بكام سنة؟ دي ستة. لا لا، اللي قبلها ستة. دي برضه بتهيألي ستة، ما هو اتنين. دي سنة واحدة. سنة واحدة؟ سنة واحدة. انت متخيل سنة واحدة عملت له تجميل الراجل؟ دي حالة تانية. دي حالة تانية. اوكي. الحالة دي اتجملت بسنة واحدة. سنة واحدة فقط عملنا له تجميل أسنان. فالفكرة كلها ما فيش حاجة اسمها بكام تجميل الأسنان. ممكن تبقى محتاج سنة، ممكن تبقى محتاج أربع أسنان، ست أسنان، تمن أسنان، في ناس 20 سنة. حسب حالتك وحسب أنا الدكتور الشاطر اللي عنده ضمير، أقل تدخل ممكن يعمله عشان أوصلك لأحسن نتيجة. مش تجيلي بسنة فيها تسوس أقول لك أعمل لي 10 فوق و10 تحت. ده كده اسمه بيزنس الأسنان، ما اسموش تجميل الأسنان. الابتسامة اللثوية فيها نوعين. نوع دايركت بسيط سهل أي دكتور ممكن يعمله، ونوع تاني محتاج دكتور تجميل أسنان. إحنا كل حلقة بنتكلم عن الفرق بين دكتور الأسنان ودكتور تجميل الأسنان. إيه هو دكتور الأسنان؟ دكتور الأسنان اللي أنت درسي بيوجعني يروح يحشيلك العصا، ده ينفع يجمل أسنانك؟ لا. دكتور الأسنان اللي هو درس العقل عايز يدخلها تروح يخلع لك درس العقل، هل ده ممكن يجمل لك أسنانك؟ ما يقدرش يجمل لك أسنانك. طيب مين اللي يقدر يجمل لك أسنانك؟ دكتور تجميل الأسنان اللي هيدرس وشك كله ويعرف يحدد طول الأسنان في التجميل هتبقى عاملة إزاي. لو شفنا حالة زي دي، دي الحالات السهلة في الابتسامة اللثوية. ليه سهلة؟ لأن السنة اللي باين منها جزء صغير، صح؟ بص السنة طولها أصلاً قصير. أنا طب أنا بعمل بعالج الابتسامة اللثوية إزاي؟ بشيل من اللثة. لما أشيل من اللثة السنة هتكبر شوية، وده اللي انا عايزه. انا عايز السن اصلا صغيره فهتكبر. ده دايركت. لو شفنا الحاله بعد هتلاقي احنا عملنا فينيرز، السنه كبرت، انا عايز السنه تكبر لان السن اللي فوق صغيره جدا. العينه دي بتيجي تقول لك انا اصلا مش هاممني ان الابتسامه اللثويه قوي قد اسناني صغيره قوي. مديه الاحساس بالطفوله اللي حضرتك لسه قايله، واحساس مش عايز اقول الغباء بس يعني بتديك احساس هو انطباع كده. بالظبط. يعني الناس يسامحونا في التعبير بس زكي. هو ده الانطباع. مش يعني مش ذكي يعني انت بتتكلم. انت عارف انت الافلام كلها بتلعب على الاسنان عشان تدي انطباع لحكايه الغباء ده. اللي هو اللي انت شفت مثلا غبي منه فيه مطولين له. عملوا ايه لهاني رمزي؟ راحوا مركبين له اسنان. بالظبط. ما فيش حاجه تانية. الحاله دي سهله، معظم الدكاتره يعرفوا يعملوها. معظم الدكاتره ليه؟ السنان صغيره، فلما اشيل من اللثه من فوق كده كده السنان هتكبر. ودي ركبنا لها فينيرز بس عشان في فراغات بين الاسنان. يعني دي لو ما كانش في فراغات بين الاسنان ما كناش هنعمل فينيرز، كنا هنقص اللثه بس. طيب لو شفنا بقى حاله تانية صعبه اللي ممكن الدكاتره، يعني انت ليه بتقولي الممثله دي ما عملتش دي شبه دي؟ هي أيوة. فعلا الممثله اللي انا بحكي عليها اللي انا ناسي اسمها، هي فعلا عندها. هقول لك بقى السبب. العيان دي، العيانه دي على فكره اللي فوق ده، هي عملت علاج الابتسامة اللثوية وتجميل للأسنان. متخيل؟ تخيل إن اللي فوق ده تجميل للأسنان. أنت عارف هي راحت قالت للدكتور الأسنان إيه؟ هي ما قالتلوش أنا ابتسامة لثوية، ولا قالت له أنا أسناني كبيرة، أسناني كبيرة واللثة بتبان. طب هيعمل إيه؟ هيقطع من اللثة من فوق، سنها هتبقى كبيرة جدا. يعني بص السن أصلا كبيرة، سنتها اللي فوق كبيرة. طب أنا هعالج لك الابتسامة اللثوية إزاي وانا محتاج ان انا اقطع في اللثه؟ فالدكتور ده خاف يقطع في اللثه، السنان تكبر قوي، قام عامل لها تجميل بس على وضع نفس الوضع، خلى لها ابتسامه لثويه وحشه. يعني هي كان عندها ابتسامه لثويه عاديه، خلى لها ابتسامه لثويه وحشه. انت متخيل ان يعني عواقب او كوارث ان انت تروح تعمل تجميل اسنان عند دكتور الاسنان العادي اللي جنب البيت اللي بيعالج لك ضرسك اللي وجعك؟ الفكرة كلها في التخصص. لازم تعملي تجميل الأسنان أو تعمل تجميل الأسنان عند دكتور متخصص في التجميل. وبرضو نفس المشكلة اللي بتواجهني، إن أنا بقعد عيد شغل قبل كده، نفسي حالة تجيلي أنا بقى هو الواحد أشتغل. الفكرة كلها بص بقى الحالة تحت، مفيش ابتسامة لثوية وأسنانها صغرت. طب ده إزاي؟ على فكرة العيانة الممثلة الأمريكية اللي أنت حضرتك بتقول عليها دلوقتي نفس الحالة اللي فوق، نفس الحالة. نفس الحالة اللي فوق. عشان كده هي راحت للدكتور خاف يطول لها اللثة. احنا عايزين الصورة بس تاني. عايزين الدكتور الأسنان
مش عارف يعمل ايه، خاف يطول اللثه يقطع من اللثه، السنه تكبر قوي العينه مش هتسيبه. انت كبرت لي، انا جاي لك بسنتي 10 مللي خليتها لي 13 مللي. بص بقى تحت احنا عملنا ايه، احنا عملنا حاجه اسمها ترحيل للاسنان، طلعناها لفوق، يعني قصرنا الاسنان من تحت وشلنا من اللثه بالليزر، رحلنا لفوق، السنان طلعت قصيره وما بقاش فيه ابتسامه لثويه. ده لازم حاجه اسمها تصميم ابتسامه، لازم دكتور يبقى دارس تجميل اسنان، ده مش دكتور الاسنان عادي. عمال اكرر الجمله دي عشان كل شويه عيد حاله ورا دكتور. ده اسمه ترحيل للاسنان، انا برحل لفوق مش بقص اللثه. طب ده بياخد وقت قد ايه؟ علاج اللثه بياخد حوالي 10 ايام، والفينيرز اللي ركبت دي 4 ايام، يعني كل الموضوع 14 يوم. وفي حالات بسيطه يعني اللثه بتبقى حالتها حلوه شويه بتخلص في نفس الاربع ايام بتوع الفينيرز. عندي حالتين كمان عايز ناخدهم ما نضيعش وقت فيهم. ماشي. حاله خاصه بالضروس الخلفيه، وسؤال هل الضروس الخلفيه ليها اهميه ولا لا؟ الضروس الخلفيه انا بعرف بيجي لي حاله السنان اللي قدام مرفرفه. قبل ما يبدا كلام بقول له انت ما عندكش ضروس خلفيه. ليه؟ هو الضروس الخلفيه دي ربنا خالقها عشان تمضغ الاكل. طب لو انت الضروس الخلفيه بتاعتك بايظه او مخلوعه، همضغ بقدام، تمضغ بقدام، يقوم قدام عاملين ايه؟ مرفرفين. شفت يرفرفوا دي؟ مرفرفين لبره زي الحاله اللي فوق دي، السنان رفرفت لبره، قام الدكتور مرفرف السنان اللي رفرفت لبره لبره. انت متخيل اللي فوق ده تجميل اسنان؟ يعني انا رحت دفعت فلوس وعملتها في 3 شهور عشان اجمل اسناني اللي هي باظت بسبب ان مفيش ضروس خلفيه. عشان كده مهمه قوي الضروس الخلفيه ان هي تبقى موجوده، ما حدش يفرح ان الاسنان بتاعته اللي قدام موجوده. انا ببتسم، بص السنان دخلت جوه ازاي، ده دي نفس الحاله اللي قبل دي. يعني لو جبنا الصوره اللي قبلها تاني بص هتلاقي السنان يعني دخلت لجوه كتير. بص الحاله بعد دخلت فين، بص الشفايف بتاعتها كمان بقت عامله ازاي. فالفكره كلها يا جماعه لو حد ضروسه الخلفيه مخلوعه بعد اذنك ازرعها، عشان انت سنتين ثلاثه اربعه بالكتير السنان بتاعتك هترفرف وتضطر ان انت تعمل تجميل اسنان. بروز الاسنان من اشهر المشاكل. اه. طب علاجه ايه؟ كل الناس عندها، في ناس كتير عندها بروز. خناقه. بص خناقه اهي. ده انت تقول ايه؟ تقويم. وانا اقول تجميل. طب ليه اخترت التجميل مع ان التقويم احلى من التجميل بكتير؟ حاله زي دي الكلاينت دي او البيشنت دي عندها كام سنه؟ 45 سنه. عندها مصانع. هل انا دلوقتي بيزنس وومن قد الدنيا وعندي حاجه و40 سنه هركب تقويم وامشي بيه سنتين؟ طيب ايه اللي خلاني كمان اتجه للتجميل؟ الحاله دي كلها حشوات، كل الاسنان اللي قدام دي مش اسنانها، ده حشو. اسنانها سوست وعملت حشو عصب، كل ده حشو دخل لجوه. عملت حشو، حشو عصب. انا عايز الصوره بس اللي قبل اللي فاتت، نرجع للصوره الاولانيه. ده السنان مرفرفه وفي حشو، وفي حشو عصب. طيب انا هعمل تقويم، وبعد التقويم هعمل تركيبات، لان السنان دي محتاجه كفرز او كراونز او ترابيش عشان تحافظ عليها. طب ما انا ممكن بالاول لو انا دكتور تجميل ان انا اظبط الاسنان بالتجميل في 4 ايام تبقى بالشكل اللي جه بعد ده. يعني 4 ايام وعملنا كده، عملنا كده بدل ما تعمل تقويم سنتين وبعدين نعمل تركيبات. طب ما انا ممكن بالتركيبات على طول ادخل لك اسنانك لجوه كده. في بقى حاجه تانية ملاحظه جامده قوي، في كام سنه باينه في الاسنان فوق في الحلقه قبل في الضحكه بتاعتها، عدد اقل 6 اسنان. بص تحت في كام سنه باينه، كتير 10 اسنان. ده هيعمل لي حاجتين، حاجه اسمها وايد سمايل، ابتسامتي هتبقى عريضه، وده حلو قوي، ده حلو قوي. الحاجة التانية لما الابتسامة تبقى عريضة كده حجم مناخيري بيصغر. يا سلام. اه مش هي نسبة وتناسب. حجم مناخيري بيبان أصغر زي جولي روبرتس. بالظبط. جولي روبرتس لما الابتسامة اتظبطت وعرضت. جولي روبرتس على فكرة المفروض تدوها كأطباء أسنان جايزة أفضل مشجع لطب الأسنان، لأن كل أفلامها القديمة تطلع بأسنان وحشة. شفت باشن 9؟ تطلع باسنان وحشه في الاول، وبعدين تصرف فلوس وتتجوز من امير ومش عارف ايه وبتاع، وتتحول فتاه هوليوديه جباره. بالظبط. فهي الفكره كلها
القرار اللي انا هاخده لازم يبقى قرار بعيد المدى. انا هعمل لك تقويم وبعد التقويم اعمل لك تجميل. طب ما انا ممكن بالتجميل ادخلك اسنانك لجوه. عملنا لها بالتجميل ايه؟ وايد سمايل. طب هي نسبه وتناسب، انا ممكن مناخيري تبقى اصلا مش عريضه بس باينه عريضه عشان سناني صغيره. احنا عرضنا لك الاسنان وعملنا لك وايد سمايل، كل ده في 4 ايام. كل ده في 4 ايام. المره الجايه الابتسامه اللثويه هنبدا بالممثله اللي انا نسيت اتفرج على الفيلم واقول باتيتشر. ماشي ماشي. انا شوف الابتسامه اللثويه المره الجايه من ضمن حواراتنا الممتعه مع ضيفي العزيز الذي يبدع دائما، بتبدع بجد. الله يخليك بجد والله يا دكتور عبد الله، يعني بتبدع وبتقول لي كلام مختلف وحوار فروم يعني الديب انفورميشن من العمق. بحس ان احنا طول الاسبوع بنقعد نشتغل على افكار هنقولها الاسبوع بالزبط. ده وده حلو جدا وده اللي بيأخرني. ضيفي العزيز الذي يبدع دائما دكتور عبد الله متولي، اخصائي تجميل الاسنان ومؤسس لمركز برايتي الاسنان وعضو جمعيه الامريكيه لتجميل الاسنان، كان ضيفي في الناس الحلوه. ابدع واكيد انتم استمتعتم عشان انتم اكيد الناس الحلوه.